خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار صاحي. البتاع اللي انت مشغله ده ولا طفيه، ما بقالهم 3 سنين عمالين يقولوا هنحارب هنحارب وما بنحاربش. مفيش امل يا نبيل، مفيش امل. انت مالك يا جدع انت؟ احنا في محطة اتوبيس ولا اسمع اللي انا عايزه. بس يا حسن ملاش دعوة بيه. مش شايف يا مينا؟ خلاص بقى يا دفعة، سيبه في حاله واحنا في حالنا يا جدع. اهدى اهدى يا دفعة، في ايه؟ انت عصبك كده ليه؟ اقعد يا دفعة. اهدى يا حسن، انت متصاب. وبعدين فك التكشيرة اللي على وشك دي شوية يا جدع. بحاول يا مينا بحاول، بس انا حقيقي مخنوق ومتضايق جدا. معلش، ان شاء الله بكرة ربنا هيفرجها وهتتعدل. بيقولك تتعدل، تتعدل ازاي يا نبيل واحنا مش هنلاقي ناكل؟ ازاي الكلام ده؟ وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة التموين قال لي ان القمح كله غرق في البحر، مش هنلاقي ناكل يا نبيل، مش هنلاقي ناكل. ايه ده؟ معقولة الكلام ده؟ مصر ولادك يموتوا من الجوع. مفيش امل يا نبيل، مفيش امل. تعرف يا مينا انا ايه اكتر حاجة مضايقاني؟ ايه يا صاحبي؟ اني نزلت اجازة وانا كان كل حلمي ان افضل على الضفة ويجي اليوم واحارب. ما تستعجلش يا حسن، ان شاء الله اليوم ده هيجي هنحارب وربنا هينصرنا عليهم. ربنا هينصرنا عليهم ازاي والعساكر واخدين اجازات وقاعدين على القهاوي بيشربوا شاي وقهوه يا نبيل؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي ضابط في الجيش لسه موصله اول امبارح طالع عمره رمضان عقبال عندك. عمره رمضان؟ ايوه. لا كده ما فيهاش حرب خالص بقى. ما فيش امل يا نبيل، ما فيش امل. تعرف يا مينا لو قدرنا نوصل لحل في موضوع العبور ده هنشيلهم من فوق وش الارض. بس هنعدي القناة ونوصل للضفة الشرقية للقناة. ازاي يا دفعة؟ هنعديها انا وملايين زي جوانا نار، مش هتهدى ولا هتنطفي غير برجوع ارضنا وحقنا. كلنا كده يا حسن، كلنا كده. بس المشكلة ان مفيش حد معانا، العالم كله معاهم. بس احنا معانا ربنا والحق، غير اهلنا نفسينا اللي حافظين الارض شبر شبر. هم وجنودنا عندهم استعداد يموتوا علشان خاطر البلد دي. كله هيموت، كله هيموت يا نبيل. ازاي الكلام ده؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة الصحة قال لي ان في فيروس منتشر اسمه التيتانوس. التيتانوس ده؟ ده فيروس قاتل، عشان كده بيطهروا المستشفيات بالفينيك وبيفضوها عشان اللي هيموتوا بقى. تيتانوس؟ هو انت ما بتقراش جرايد؟ ببيعها بس. يا ساتر يا رب، انت وشك اصفر. ايه؟ انا تعبان وحاسس ان انا سخن. انا هاخد اجازه. اجازه ابديه ان شاء الله. ابديه؟ ايوه، لما يجوا يطربوها فوق دماغك انت ونبيل. طب وانت؟ انا هروح عند ابن خالتي اللي عايش بره مصر قيمه 50 60 سنه كده لما العساكر يخلصوا اجازات. بس يا حسن ما تخليش اللي زي ده يكون له تاثير عليك. اللي زي ده عمره ما يعبر عن الشعب المصري، وانا واثق في ربنا وفي شعبنا وفي جيشنا، واننا باذن الله اكيد هنحارب وهنحرر ارضنا ان شاء الله. هنحارب هنحارب وقريب قوي. ده احنا في رمضان يا نبيل، هو في حد بيحارب في رمضان يا نبيل؟ لا دي جديده دي بقى. عمرك شفت حرب في رمضان يا نبيل؟ لا. الحرب في رمضان هي حرب الشهوات، حرب النفس، انما مفيش حد بيحارب في رمضان. يمكن بعد العيد، بعد 50 60 سنة كده ربنا يدينا ويديك طولة العمر. بقولك هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب. اندلعت العاصفة واشتعل بركان الغضب وانفجر هوين الصمت. بخطة خداع استراتيجي عبقري قدرنا نخدع أعتى أجهزة المخابرات العالمية ونفاجئهم بالحرب. صدعتو دي اشويتكوف كابور خودش ودي اشويتكوف كابور شلوشا خودشين ودي اشويتكوف عد صوف 71 ودي اشويتكوف عد صوف 72 ودي اشويتكوف בהתחלת 73 והייתה לנו התראה על מלחמה באמצע 73 בחודש יולי. היו לנו הרבה מאוד התראות. קראות على ضوء التوجيه الاستراتيجي اللي اصدره الرئيس السادات لتوجيه ضربه جويه مركزه بواسطه القوات الجويه المصريه ضد الاهداف الاسرائيليه في سيناء، وفي نفس التوقيت تقوم القوات الجويه السوريه بتوجيه ضرباتها ضد الاهداف المعاديه في الجولان.
خلصتش الضربة الجوية إلا وتزلزلت الأرض بنيران أكتر من 2000 مدفع على خط المواجهة في عمق سينا. وقتها القيادة الإسرائيلية أصيبت بالشلل مع مدى اقتحام قناة السويس. وأول ما ترفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة بدأ الأبطال بنصب الكمائن واصطياد الدبابات واقتحام النقط الحصينة بخط بارليف، وتوالت موجات الاقتحام خلال اليوم الأول للحرب، وتشلت الزراعة الطولة للعدو أمام قوات الدفاع الجوي اللي قدرت تحقق السيطرة التامة على سماء المعركة. حاول العدو القيام بهجمات جوية لتدمير القوات التي عبرت واختراق مجنة جوي، لكن تصدت لها قوات الدفاع الجوي بكفاءة تامة وأسقطت العديد من الطائرات. أمر الذي جعل بنيامين بلد قائد القوات الجوية الإسرائيلية بأنه يعطي أوامره للطائرين بتوعه بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو. وفي وسط الطوفان كانت قواتنا البحرية تمكنت من السيطرة الكاملة على سواحلنا المصرية بالبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس وغلق مضيق باب المندب عشان تفرض حصار بحري قاسي وتمنع وصول الدعم الإسرائيلي. أما في عمق سيناء انهارت الأساطير تحت أقدام جنودنا خلال عشرات المعارك الأسطورية. لما عبرنا القناة ورجلينا جت على أرض سيناء وبدأنا نتعامل مع دبابات العدو، دمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى 27 دبابة أنا والطاقم التاني. يوم 8 أكتوبر مساء استدعاني العميد حسن أبو سعد قائد الفرقة التانية. لما وصلت له قال لي أهلا يا بطل، وجه كلامه لرب عسكرية كبيرة في الجيش الإسرائيلي وقال له هو ده محمد المصري اللي دمر دبابتك. عرفت بعد كده أن الأسير الإسرائيلي هو العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي واللي تمكن من أسره النقيب يسرع عمارة بعد ما دمرت الدبابة. بطولات كتير ومعارك كتيرة، منها معركة جبل المر اللي نجح فيها الأبطال في القضاء على الموقع وإسكات مدفعيته اللي كانت بتقصف مدينة السويس. مركز القيادة الإسرائيلي اللي كان موجود في جبل المر كان له تأثير كبير في الضغط على السويس، فصدرت الأوامر يوم 9 أكتوبر بهجم جبل المر ودارت معركة شرسة مع العدو، مما اضطروا إلى الانسحاب. قرق مهداته وأسلحته وتم الاستيلاء على الجبل. معركة الاستيلاء على الموقع العسكري بلسان بورتوفي اللي استسلم فيها العدو على مرأة ومسمع من كل وكالات الأنباء العالمية. وفي 14 أكتوبر وفي سماء مدينة المنصورة سطرت قواتنا الجوية أعظم ملاحم النصر وأطول معركة جوية في التاريخ. يوم 14 أكتوبر طاقات المرابعة بالنظر بتبلغ إن في 60 طيارة من الطيارات الإسرائيلية جاية من اتجاه البحر لتفادي حائط الصواريخ القوي على امتداد قناة السويس. اشتركت الطيارات المصرية، تم إسقاط 18 طيارة إسرائيلية. قوات الجوية عملوا معركة حتى الآن بتدرس عن 53 دقيقة. المقاومة ذات كشة، התנגשויות חריפות ומרירות של יום ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. טעינו, שגינו, חטאנו, ובגלל ההחלטה הזו שלא לגייס, עמד צבא ישראל ב-48 השעות הראשונות ללחימה. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. حرب أكتوبر أكدت قدرة الأمة العربية على القيام بعمل عسكري مشترك. أشكر الذين حاربوا معنا بأرواحهم، وأشكر الذين حاربوا معنا بإمكاناتهم، وأضافوا بمواقفهم وتضامنهم قوة رائعة جديدة للمعركة. كان ده عمره ما هيحصل ونحول الهزيمة لنصر إلا بشعب قوي دايما بيقف ورا قيادته في كل الأزمات. شعبنا الذي حرم نفسه لسنوات طويلة من ضرورات الحياة ليوفر
لجيوشه المال والسلاح من أجل أن يحقق ذاته وكرامته، ومن أجل أن يحقق النصر لأمته العربية كلها. لا يمكن أبداً أن حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية. المصريين أثبتوا قدرتهم على تحرير الأرض واسترداد الكرامة، وما الرجال عدوا المحال وسطروا بعطائهم كحكاية شعب.